السلام عليكم. بالنسبة للملف الجنس مقابل النقاط، فالمتهم الرئيسي كما وصفته النيابة العامة تمت الإدانة ديالو نهار 12 جونفي، واقتنعت المحكمة بأن جميع الأركان المكونة أو العناصر المكونة للجريمة ثابتة في حقه، وتم الحكم عليه بسنتين نافذة. نرجعوا لموضوعنا بالنسبة اللي كيتابعوا جنحيا بالنسبة لهذا الملف هذا اللي شعل مواقع التواصل الاجتماعي وهز الرأي العام، اللي شعل شرارة هو سرقة الهاتف النقال ديال أحد المشابه فيهم، وتم تسريب المحادثات اللي كتضمن عبارات مخلة بالأخلاق العامة ومخلة بالأداب مقابل منح رشوة عبارة عن نقاط. إذا باش نحطوا الناس في الصورة ونوضحوا لهم، لأن الموضوع كل مرة تيتأجل كيتناساو، فاللي يميز جلسة 13 جونفي اليوم، فاللي يميزها كانت هي عبارة عن حلقة من حلقات مسلسل الجنس مقابل النقاط، اللي المفروض للمحكمة تناقش المضمون وتوجه تهم المتهمين لكل حسب المسؤولية، لكن يجوج في حالة اعتقال كيتابعوا في حالة اعتقال بتهمة تحرش جنسي وتحرير الفساد والتزوير، وجوج في حالة صرح مؤقت متهمين بتهمة تحرير الفساد والتحرش الجنسي. فاللي يميز جلسة اليوم هو حضور المصرحين والمصرحات اللي بلغ العدد ديالهم 23، فغابوا باستثناء غابوا ثلاثة، كاين اللي منهم البعض دلا بشواهد طبية، وشي جوج اللي كان السبب ديالهم عدم الإعلام وما توصلوش باستدعاء. كيف ما قلنا جلسة 13 جونفي كانت جلسة غلب على الطابق الشكلي، لأن كانت الفرصة أمام هيئة المحامين أو هيئة الدفاع، لأن كل واحد كينتمي لهيئة الدار البيضاء، هيئة الرباط، هيئة مكناس، هيئة سطات، فكانت فرصة أمام هيئة الدفاع من أجل تسجيل النيابة ديالهم، كذلك طلب مهلة من أجل إعداد مذكرات مطلبية، وبحيث أن تقدم منسق هيئة الدفاع بملتمسين، الأول هو تجهيز الملف والثاني هو إطلاق سراح المعتقلين. فالمحكمة كان عندها رأي آخر، فكانت رفضت السراح المؤقت، وفي نفس الوقت استدعت المصرحين اللي تخلفوا اليوم عن طريق النيابة العامة. فبصفة عامة اللي بغيت نقول هو هذا الملف الجنس مقابل النقاط غادي يعرف وصول كثيرة، غادي يعرف جلسات طويلة، لأن على المحك حرمة الجامعة وشرف طالبات وكذلك سمعة الأساتذة، وكذلك ما ننسوش بلي دخلت على الخط جمعية دفاع حقوق المرأة، فبالتالي غادي يكون هيئة الدفاع أو السادة المحامون غيكون غيلعبوا جميع الأوراق اللي متاحة لهم، وبالنسبة لهيئة الحكم غادي تاخذ الوقت الكافي من أجل تحديد المسؤولية وكذلك تحديد الجزاء.